كنت هزة فين في عز الليل يا مريم؟ نفسي مكبوضة، نزلت اقعد في الحوش اشم لنسمة هوا، ولا قعدة الحوش حرمت يا نبوي؟ الليل هص هص وتقعد كده فرضية في الحوش، لما اشوف اخويا حيقول ايه على اللي طينتيه في غيابه؟ انت نظراني بعيونك انتي، ولو عملت البحر طحينة برضو اللي في القلب في القلب. قلبوك البصل وامك التوم، ومنين الريحة دي يا مسوم؟ الحج مش عليكي، الحج على اللي بلانا بنات الغوازي. في يا سعد؟ هيدوروا على واحد هربان. هنعمل ايه مع ابو احمد يا جماعه؟ هو اللي ركب دماغه، راسه الف سيف ياخد حقه بالكامل. الحق ما يزعلش، ابو احمد اترفد النهارده، بكره الدور يجي على الباقي. ما الشغل على جفا من يشيل. ايوه، بس اللي حصل مع صاحب الشغل هنا هيحصل مع غيره. يعني هنعمل ايه؟ انتوا لو ليكوا نقابه ما حدش يقدر يقول لكم تلت التلاته كام. والواحد لو رقد ولا ايه؟ النقابه توديه للدكتور وياخد اجازه ويوميته تبقى ماشيه وما يبقاش عاله على الدنيا. عين العقل يا ابو علي، كلامك ده عايز له حجرين جوزة. الشاي يا عم سعد. يا ولد انا طالب القهوه سعد. ما كفاك المر اللي بتشربه. صعيد جابوا رجله في التحقيق قطعها. قعدة على الرحايا مكفية، صوت الحبوب مغنى سوائي، النات خريفية. مين انت يا شابة يا محنية؟ انا بعت عقدي وعقدي طول بلاد، وكسيت بجلدي الولاد. ايدي على الرحايا وقلبي، قلبي حب انا بطحنه بايدي، لكنه ريم البحر في بياضه وجلبيتي سواد. ودور يا رحايا وتحت توب الأحزان، دوري مع الدايرين ولمي في الغربة وفي الخلان، وفي الشعور البكر والمطوية والشومة والكرباج والعكاز. ودور يا رحايا، نزل لنا دور شاي، خلي الدور يحلى والرحايا الدور. قول يا حسن يا مليح. حصوة في عيني لما يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. نص الكلام ده بتاعي والنص مش ليا، انا جبته بدراعي. المغربية عيون والمشربية مغرب، في قلبي وزنة كلام يا ايدين يا وزانة، يتشد فوقها الحزام وتلعبوا الزانة. والناس عيونها كلام وكله كلام. يا سلام يا حسن. حصوة في عيني لما يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. اصل الحكاية عن ولد شبهي وشبهكم تمام، في قلبه لسه بيتولد قمر الحواديت والشجن والكلام، شبهي وشبهكم تمام. وفي ليلة من ذات الليالي راح راح، والقمر مخنوق والعتمة ملهاش عيون. على فين؟ العلم عند الله، لا حد عارف مين مبحر مين، ولا مين مشرق مين، ومين مؤنس عتمته بسكين. ومالوش حد في البلد؟ كان لأخت وحيدة تتألم، خرصة صحيح لكن كل ما فيها كان بيتكلم. في عينيها حزن وريح، عالم بحاله جريح، هي الوحيدة اللي عارفة ليه رحل وفين. لكن الجبل عمره حيتكلم؟ الله يفتح عليك يا حسن. والله كلامك يا ابو علي معقول، بس الكلام مكفول عن مكفول.
دور تاني في الخمسينة بيتكلم زي ابو علي. البوليس سأل عليك النهاردة. ما انت عارف مش عوايد الطول بقى القاعدة في مطرح واحد. هشد الرحال من جديد. انت يعني فكرك هتسلم منهم؟ دول في كل مطرح لهم عين. ولا يهمك، انا خلاص اتعودت على الترحال، بقى بيني وبين المطارح عشرة بناسها الطيبين اللي زيك، ولو كانوا عارفين ياخدوني كانوا خدوني من زمان. انا خايف عليك يا ولدي، دول مش هيهملوك واصل. الخطر حواليك منين مطروح؟ ما تقلقش نفسك، في ناس ولاد حلال عارضين عليا شغلانه في بلد مش بعيد عن هنا، هروح اشوفهم وبعدين ابقى اعد عليك. استاذن. في رعايه الله يا حسن. الدنيا معاك انت والولاد مستوره والحمد لله. ما شاء الله شغلك حلو قوي يا ام العيله. الله يحلي لك دنيتك، طول عمرك تجبري بخاطري، ما هو كله من خيرك. ما تقوليش كده، ده انت ست الستات، الله يرحم ابو الاولاد. اه يا ست عنايات، هو البيت من غير راجل يسوى حاجه؟ ربنا يعينك على كدك وجهدك. الله يجازي اللي كان السبب، يا ما مرت علينا ايام فصيوت زي الريح ما خلتش. ربنا يعوضك في ولادك، واللي حصل في السوق ده سبب، محدش بياخد اكتر من عمره. والنبي يا ست عنايات تاخدي بالك من الجدع ده، ده طيب ومن طينه طيبه، بس باين عليه شايل حمال كتيره وداقي المر في حياته. حسن انا عرفتها ماليه، ربنا يقدرني واقف معاه. ها عامل كيف يا حسن؟ زي ما انت شايفه خلع عنايات، بتقلب ما بين الشقه والتعب مفيش راحه. شفت اللي اشتريته من ام العيله يا حسن؟ ساعات الحرمان بيخلق حاجات جميله ويحول الروح الذليلة لروح شفافة. تعال يا حسن. تعال. فيه راجل كبير زارنا في العرابة، فتح محلين، محل بقالة وجنبي قهوة، عايز حد يساعده. تقبل يا حسن؟ اه تبقى جنبي وتعودنا عن الراديو اللي الكهرباء قطعة أنفاس. ما حدش يكره الشغل والإيد البطلة نكسب. يا سلام يا حسن على العرابة، بكرة الخير هيدخلها كتير والعدل هيدق بابها، دول هيفتحوا فيها مشروع فندق كبير هيجري للبندر بحال. امال ايه؟ وهيفتح ابواب رزق الناس كتير، اللي بياخد قرش هياخد قرشين. لقمة عيشك عندنا، لازم تيجي يا حسن. اجي دلوقتي، انا خلاص ما ورياش حاجه. يا ريتني كنت زيك، مفيش حاجه مكتفاك واصل، عامل زي الطير تحط في اي مكان. بعد الشر عليك، ما تستحمليش تبقي زيي. انت شايفاني حر، بس انا بدفع ثمن حريتي كتير. ايه الثانيات عني؟ شايف يا علا؟ ده بنت النشواني دايرة على حل شعرها، عار وحل على العيلة كلتها. Thank you.
كنت في اسيوط عند الكوديات. انا حره وانت ما تملكش تحكمني. احكم نفسك. انا مش هسيب لك الحبل عشان تفجر وتجيب لنا العار على اخر الزمن. انا ما بغلطش، ولو كنت زي ما بتقول كان زمانك قتلتني. اخلصي، وجودك في حياتنا سوء. انا ما بسيش لحد ولا بسيني نفسي، وانت عارف ما حدش بيسيني نفسه وللناس غيرك. انا مش عارف ليه ربنا ما خد كيس زي ما خد جوزك وبنتك وريحني من خلقتك. بزياده هيك يا حفني، فضها اعراق مع اختك. انا اخويا الكبير والمسؤول عن العيلة. يا ولدي لازم تفهم اختك وتعرف ايه اللي جواها. انا فاهمها قوي. فرق يا ولدي بين انك تفهم وانك تظلم. ما بقيتش عايش حياتي زي بقيت الناس. ما قلنا خلاص يا بنيتي، دي مشكلتي ومحدش هيحلها غيري. اروح زهر اقعد، انا حره بدل ما بغلطش. حفني مستعر مني ومن حياتي عشان قليلة راجل. برضه الطفل ما يطلعش من لحم يا دولتي يا بنيتي. وانت يا حفني اختك محتاجانا ونفسيتها مش رايقه. هتقولي عقلي هرفوف مخها طاقك، يبقى لازم ترجع الخانكه مطرحها هناك مش هنا. لو اتجنيت زيي هتتظهر من غلك وكرهك للناس. خلي انت زي اللقمه ابو الناس. ما تغزو الشيطان يا ولاد، بخليك مزروعه هناك مع اشكالها في الخانكه. لكن انت ابوي اللي صممت على خروجها عشان تفضحنا. انا ههمل لك المطرح. عايز تدفني بالحياه زي ما بتعمل مع مرات الناس؟ ده مهمك. عن اذنك يا حفني هنزل البلد اشتري شويه حاجات للولد من اسيوط. روحي دلوقتي مش وقته. عايزه حاجه يا دوله اجيبها لك معايا؟ قلت لك مش وقته. نفسي تنكسف من نفسك، دي مراتك ضفرها برقبتك يا بتاع شكاشك. هيجي يوم اقطع دبرك من الدنيا. ولادي الاربع السنبويه سافروا بر وما فاضلش غير عبد الكريم، ويريته عاوز يقعد. كلهم اتعادوا من بعض، الواد اتبدل. غلبت اقول له اقعد ما تهملش ابوك لوحده، يشقى ويكد في الجراتين اللي حليتنا. هي الاخر زمن. يقول لي يا اختي مش عايزه ادفن نفسي بالحياه، ده العيشه في العرابه ما تبل الزور الطير. العواف عليك. مش عوايدك ما تعديش علينا يا ام حنبيه. اسكت يا سنبويه، الحال مش ولا بدي معاك. ليه يا اختي دي البلانيت عماله تبر في العيله؟ يا حاصرتي بنت مطايح جابت ابنية من اسماعيل، وبنت محمود جابت ابنية من توفيق، والبنت عدلات جابت ابنية من ولد عمها. قطعة البنانيت وخلفة البنانيت ما بيدونيش فلوس كتير تعب يدي، والبيت اللي يجيب واد بيعطيني فلوس بزيادة. يوم الولادة والسبوع والسهور، وفي الدخل اقبض وفي الخارج اقبض، حتى لو كانوا ناس على قد حالهم. ودي حاجة بيدي يا سنبوية لحكمة ربنا. العواف يلا يا مريم اعملي لي كم عشان تروح المستشفى. راي تخلف عيل يا اخويا يتعكز عليه، ده اللي يخلف ما يموتش يا ام حمديه. ايوه يا شيخه، دي مريم مكسوره وجلاله العبه ويتيمه، ذنبها تغجب جرار امها. ده عرق دسات واللي ملوش اصل ملوش اساس. تجري زي الخيل، وانتوا عارفين الخيل عارف ارضها واصحابها. قصدك ايه؟ اشمعنى انا اخترتوا حته الارض دي بالذات لمشروع الفنطاس؟ مفيش غيرها في البلد ولا ايه يا علام بيها؟ كلك نظر يا حفني. ومنقدم السبت. انا متاكد يا سيد حفني انك انت وشيخ البلد هتحققوا نسبه كبيره من الفنطاس، والنسبه دي في حد ذاتها تخط، دي مش هتقل عن 80,000 جنيه وممكن تزيد، واظن ده رقم مش صغير. ما انت عايش في المدينه يا ممدوح بيه وعارف،
ورأس عرفير وغطاء. فكرك ان سبادة هتخش جيب لوحدي؟ لا، المبلغ ما يقضيش. وبعدين انت بتعد الموجود معانا هنا وناس اللي مش موجود ولا هم كمان، ودول مش واحد. المسألة مش هينة وانت سيد العرفين، وعلى العموم اللي يقولوا حضرة المأمور ماشي. الناس هنا عايشين في الطراوة مش عايزين يتقدموا، واحنا عايزين نقدم لهم المدنية والتقدم. احنا واثقين منك وبنحترم وضعك ووجودك. مش معقول نختلف على اشياء تافهة. علام بيه راجل فاهم ووضعه في الحزب كبير، وما يدخلش اي مشروع الا اذا كان ضمنه في جيبه. الاخلاق والضمير اهم ما في الرجل الحزبي. احنا بنخدم وبنخدم فقط وبنسهر من اجل راحة المواطنين. والبيه المأمور عارف مسؤوليتي في الحزب قد ايه. تصوروا انا مش قادر اخد اجازة ازور اهلي وقرايبي هنا. نهار وليل توقيع على الطلبات، توقيع على الطلبات. خلصونا بقى، عايز الحق المجد. بس احنا ما اتفقناش لحد دلوقتي. على العموم مفيش ان شاء الله اي خلاف. حفني والشيخ رضوان من رجالتكم، واحنا كلنا اخوة وكل واحد هياخد حقه. سيجاري يا ممدوح بيه. ميرسي. سيجاري يا علام بيه. انت عارف ما بغيرش. ان كان ولا بد اخد. واعزم على اصدقائي. الموضوع عايز دراسة وفحص وتفكير. وانا ان شاء الله ساصل الى نتيجة عظيمة. انا ضد ان اظلم احد. ان اسفقناكم لا. احنا قلنا خلاف مفيش. اذا كنتوا هتختلفوا خدوا الفرق من نصيبي، المهم يتحقق المشروع. طيب استاذن انا علشان الحق القطر. لا بدري يا بهوات، بدري من عمرك. شربتوا العرابة بحلها. عايزين الزيارة تتكرر تاني يا ممدوح بيه. انا عارف ان صفقاتك كتيرة في المدينة، وعلم بيه العمل السياسي واخده على طول. متشكرين يا حفني. طب نشوف وشكم بخير يا رجالة. السلام عليكم. مع السلامة. We'll be right back.
شيخ البلد فين يا خالد؟ جابر كبر وتعب ملوش حد؟ مفيش غير اخته نبوية عانس يا كبد ومريم مرته وبس، والاتنين ما يقدروش لا على البقالة ولا القهوة. وجابر دوره ايه؟ الكلمة كلمته والشرة شرطه، هما ثلاثة في البلد اللي لهم باع وكلمة، سي رضوان شيخ البلد بحالها ربنا يحميه، وجابر وحفني. مين حفني؟ بسم الله ما شاء الله، عقبالك اما تبقى زي حالاته. هو تاجر البصل الفرادي في البلد كلها والبلاد اللي جنبها. ابوه عايش بس خاب والكبر بان عليه، مفيش غير اخته دولة متعلمة ومتنورة وجدت شبابها كله في مصر، مسكينة ربنا ياخد بيدها. وكوثر مرته أميرة أمارة تقولش عليها بنت مدينة. وشيخ البلد جوزي ربنا يحميه، هو سرهم وشرطهم في البلد كلها. سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حسن يا سي رضوان جدع أمين وعايز يعيش ويرضى بقليله. أنت متجوز ولا فرادي؟ أنا عازب عم شيخ رضوان. فرادي يعني؟ مالكش قرايب هنا ولا حوالينا؟ أنا ماليش غير ربنا والناس الطيبين اللي زيكم. طب تعرف مين من الناس؟ كل الناس ناسي، بس أنا غريب. يعني ما تعرفش حد واصل؟ ما هو مريم ونبوية وصوني على واحد يشتغل في البقالة، لقيت حسن فصيو. بس الكلمة كلمة جاب يا شيخ، دول مأكدين عليا بقالهم مد. انت طول عمرك كده غاوية خدمة الناس، لو ما نفعش في الشغلانة دي ابقى شغاله انت بمعرفتك. عن اذنك حودي حسن البقال. يلا يا حسن، الناس للناس وبالناس. مع السلامة. بسافر بسافر بهاجر بهاجر، امتى حتلقى المحطة وترسى يا حاير؟ مر السؤال علي ملوش عالسكة آخر. من مصغري لمكبري مسافر، بغوى مشاوير الهوى والدنيا. والقطر واخدك فين؟ القطر واخدني بلا محطة. وآه يابا آه يابا يابا عليا، لا دار ولا مرسى ولا صبية، وديني ماشي في رحلة الشقا والرزق والترحال. كأني سؤال، يا هل ترى يا مطرح الجديد، يدي القدر بتخبي ايه من بعيد؟ كما طفل وانت العيد بحني اليك، قولي وطمني، حلاقي رزقي ولقمتي الهنية ولا نهايتي فيك؟ وقفت ليه يا حسن؟ ابدا مفيش حاجه، ده بس خاطر هل علي. بوجودك ده هيشيل عنك حمل كبير قوي، جدع نقطة وامير وابن حلال. انا حاسه ان قدمه هيكون خير على المطرح. جرب. اسم النبي حرصك، اسمك ايه؟ يا بنتي أمّا 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 أمّا
رجلك. أما شلنا. أما بس يا حبيبتي. أما أما ماما عايزك تعيش. أنت دي عيون. أما تكبري قوي. أما ما فيهاش حاجة، ما غيرهاش حاجة. معلش يا بنتي، يا ريتك كنت غرتي واندهستي وخلصت مني. النشواني لسه بتسوق عربتها؟ نصبين فرح ولا ايه؟ بدها ترجع زمن امها وتحيي اللي فات. بقى لما انا غير تعمل اللي على مزاجك. نورت العرابة كلها يا سيد الرجال. شرفت الدار يا ست عنايات. احنا متشكرين قوي على تعبك وسؤالك. تعبك راحة يا سجادة. ادي كل عن اذنك يا ست عنايات، محتاج ارتاح شوية. جابر متغير، يظهر في حاجة بينه وبين مرته. مش قلت لكم مريم حدوق الأمرين؟ فكرة الحال حيدوم لها بعد اللي عملته في غياب أخوي وهجي، وحيطفحها الدم. مالك يا مريم؟ ماليش. وشك مخطوف. شفت المرار اللي أنا عايشة فيها ست عنايات؟ الدكاترة قالوا لي جابر مش هيعيش وخبوا عليه. مصيبة وحلت علي. ايه المكتوب لي وايه اللي حيجرالي من بعد؟ راكي ايه تاني يا نبوية؟ ابدا يا اخوي، انا عارفة انه مش وقته، بس الضرورة لا احكام. خش في الموضوع على طول. اصل في جدع جايبه ست عنايات يشتغل في البقالة. ده جابته منين ده؟ غريب يا اخوي. وهي العرابة خليت من الرجالة عشان نجيب راجل غريب، وده هياخد كام؟ ده على كد يدنا وهيشتغل بلقمته، وكلها كم يوم وترجع لك عفيتك احسن من الاول. العواف يا رضوى. الله يعافيكي، ما طمنتنيش عن جابر، كيف صحته؟ انا رحت عشان الجدع اللي خاطر اشغله، لقيته تعبان ومفيش منه رد. طب انت قلبه دماغك وذنبنا ايه؟ احنا مالنا ومال؟ انا بتكلم عن جابر. جابر خلصان وقطع النفس. الواد ده قلبي مش مرتاح لخلقته يا شيخ. والكلام غير ده، انا كنت كل ما اروح اسيوط كنت اقابله هناك، وكل ما قابل حد كان يشكر لي فيه. ولا هي الجميله حرمت يعني؟ بلاد ناضيك من خرم الابره، ما تتحملش حد واصل. وقال عد غنماتك يا جحا، واحدة واقفة وواحدة قاعدة. بلدنا الخير مغطيها من ساسها لراسها. عشان كده بقول لك العين الغريبة ملهاش مطرح عندنا. أربعة جاي مظبوط وثلاثة معسل أصلي. زيح العيا مر. نار يا ولاد نار. اشرب ده عرق مدفون تحت الأرض بقاله خمس سنين، معدق ومقصر على جريد النخل. جرب ما تقولش لعدوك هتصبح تدعيلك. يا عمي الضرب في الميت حرام، على رأي الطوق عندما استيقظ نام وارتمى بين الظلام. مشروع الفانتازيا يا سيدنا الافندي هيفيدنا في ايه؟
فايدة المشروع كبيرة جدا. المشروع هيوفر للعرابة وللناس احتياجات كثيرة جدا. مثلا المشروع هيستوعب كل الايادي العاملة، ده بالاضافة الى ان ما حدش هيكون خالي شغل، ده غير ان المية الصحية هتتوفر للناس. المهم نلاقي شغل لينا كلنا، ممكن المية تكذب الغطاس. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. قول لي يا معلم. ايوه. ما لقيش مكان بالإيجار أبات فيه. وهي العربة فيها لك جمدار. أمال يا جماعة؟ ضبيط. الله. جاي من فين يا ابني وبلدك إيه؟ هنا بلدي وهناك بلدي. ده بابنه جاي الزكا علينا. أنت جاي هنا تسوي إيه؟ جاي أشتغل وأكل لقمة عيش. والرزق ملوش مطرح وملوش مكان. يعني شايف الشغل مقطع نفسه يا خاي. يا اخوانا يا اخوانا، تعال ما تفقدش الامل. يوجد هنا شخص يعمل ميكانيكي لماكينة المياه، مثلك غريب وعازب. هو بيجي هنا بس مش كل يوم. طب اذا ما جاش؟ اذهب اليه وتكلم معه، فمن الممكن ان يقبلك ان تشاركه السكن. اسمه ايه وبيته فين؟ اظن ان اسمه عبد الله. وبيته اقول لك انا تقابل معرقك اليمين لغايه ما تلاقي ساقيه، لو شغاله تبحر مع راسك. طب لو الساقيه واقفه والبقره تعبانه؟ اتشرق. جميل جميل. هتلاقي طريق على يدك اليمين. والطريق ده بيروح فين؟ ما بيروحش واصل، طول المطرح ده. اللي يسأل ما يتوهش. السلام عليكم. لا 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 لا. اتفضل. Yeah.
السلام عليكم. شكلك بقول انك غريب مش من هنا. اللقمه مره وليا نصيب يكون لي رزق هنا. الدنيا ضاقت عليك؟ ملقتش غير المكان ده تشتغل فيه. مكتوب عليا التوهة والترحال في أرض الله الواسعة. أي خدمة؟ حسن، وعرفت إني مش ممكن أبات في حتة تانية اللي عندك. يا هناك على اللي أنا فيه، دي حتة أوضة قد كده. لا مؤاخذة، عن إذنك. طويت بوادي ومزارع يا قطر عمري يا ضايع، وقف الزمن جوايا أنده ويرجع نداية. الأرض بيتي وغيطي وسماها هي غطايا، أشكي لمين بلوتي؟ قوليلي يا نجمتي، يا مونسة وحدتي، يا صحبتي في مسايا. انت جاي تشتغل مع بتوع الفنطاس؟ لا، انا هشتغل في بقالة المعلم جابر. قصدك عند الست مريم؟ ست بتشيل شعرها وتلمه وترفعه لفوق وتدفنه في منديل وتحط فيه وردة، ولما بعترته في اخر النهار لقيت الوردة دبلت وماتت. الا ده انت بتفهمها وهي طايرة. بقولك ايه، انا ما عنديش مانع تبات الليلة هنا، بس من بكرة تدورلك على مكان تاني. ماشي، اتفضل. كنت فاكرك من الترحيلة اللي هيشتغلوا في المشروع. بعد اذنك. تعال. الظاهر عليه مشروع مفيد. مفيش مشروع بطال، بس الركة على النية. اتفضل. هنا يا سيدي بقى هتنام. والناس هنا نيتها ايه؟ بيتعلقوا في اشياء، قايمين نايمين يحلموا، بس الخوف يصحوا يلاقوا نفسهم زي ما ناموا. انا بقى بحلم بغابات خضراء فيها بني ادمين مش وحوش، بحلم بابتسامه تضم الناس وتخليهم زي الصوابع لليد. كلامك موزون، بس عايز اعرف انت ايه. انا مفرقش عنك، على قد حالي وقلبي مع الناس اللي على قد حالهم.
البلد هنا فيها ناس كتير على قد حالهم بيشقوا ما لقوش اللضا، وفيها ناس لابسين توب البني ادمين بياكلوا شقاهم، وفيها ناس طيبين لا ليهم في الطور ولا في الطحين. وتريحها ومفيها الكوتيات والفضايح والصلمة بالعربية وانت وانت خفتين وفتحها يقولون البقية في حياتك بكتك. اللي حسبته لقيته، وهاخوي فوق بيخلص الجديد والقديم معلمة السماش، فكان هد وهفوق بيديلها فوق نفخه. عار النسا باقي ما بيموتش، ومك ماتت وعارها باقي في عينيك وافعالك، واللي يعمل قنطرة يستحمل الدوس. مش كفاية ابوك اتحرق، عايزة تحرقيني زي حالاته. ابويا وهو عايش كنت حواليه، كانت له كلمة وجولة، فتح له فجعبته وخلى مطرحه مطرحه، يوم حرقوه ملقاش حد يقف معاه. ايوه خدوهم بالصوت قبل ما يغلبوكم. لا والله كان لك عيلة وبتداري فيها بالوقت. ليك حق، محتاج اعمى لو كان بصير. نسيتي رميتك منين؟ ها؟ قولي لي، من الحواري، حيطة توديك يمين وحيطة تجيبك شمال، مفيش غير التراب تسفيه. عايزة تعمل لنا فضايح كمان؟ مين اللي لمك يا بنت الخواجة؟ مين اللي ستر غيري يا خلفة هز البطن؟ ما خليتش جهدي فوق جهدي عليك، اديتك عمري يا جابر. امال ايه اللي سويتيه وانا غايب؟ غورة من وشي ولا اقولك عليه لازم يمشي؟ شيل البهرجة والزينة ولم الفجر ولميها، جاتك مصيبة تاخدك. المعلم جابر رجع، مالكش عوزة عندنا، روح شوف لك مطرح تاني تلاقي فيه شغل. انت مالكيش علينا قول ولا امر، اخويا هنا واللي يقوله يمشي. بس انا ما يخلصنيش اقعد واتسبب في مشكلة بينكم، انتوا عيلة واحدة وبتقسموا رغيف واحد. انا ان رحت ولا جيت غريب، واذا كان شغلي هنا هيعكر ميتكم. الارزاق على الله والخطاوي نصيب. تعال يا حسن نطلع للمعلم جابر، ده انت باين عليك معدنك اصيل. تعال يا اخوي مريم وعمايلها. طيبتين تاني قال لي ايه كلمه كلمتين وهي صاحبه الامر والنهي؟ من ميتك قال لها كلمه؟ دي ما تملكش غير خرجاتها اللي عليها. انتوا اهل يا معلم جابر، وما احبش اكون مسمار بينكم. مش قلت لك يا اخوي غلبان وعايز يعيش؟ انزل شوف شغلك، اللي تقوله نبويه ماشي، الدار والبقال اللي يصون حرمتهم،
مشيئة الله للعمل بمشروع الخزان، ونعلن عن هذا المشروع إلى وهلا وحفروق يا عرابة، وحنبطل شرب الدخان الفرط اللي قطع نفسنا. بعد ما دفعت تحويشة العمر وطلعت البازابورت مش مسافر وحشتغل في المشروع ده، الغربة تربة. تصوروا بعد المشروع ده ما هيخلص كل بيوت البلد هتدخلها المية الصحية المكررة بدل ما كانت بتشرب من مية الزرع، وبكده نسبة البلهارسيا هتقل جدا. يعني في فرق بينه وبين الموتور؟ الفرق شاسع. موتور المياه بيروي الزرع والبهائم، لكن الفنطاس ستخصص مياهه للشرب فقط. لازلنا دور شاي يا فندم العزابي. شاي ايه؟ يا عم الناس هنا بتفرح بالحلم قبل ما تشوف. دعامة العقل الحلم، بالحلم وبالامل تركع الجبال. طب مش لما ينجح المشروع ولا هنفرح باخره قبل ما نعرف اوله؟ وبعدين لازم نعرف الايدين اللي ورا المشروع ده. احنا كده بنقرع الخير مش وش نعمة، لكن حذاري ان تفتش الناس في مصالحهم. لحد دلوقتي مش عارفين يدفعونا كام. وانت شايل هم ليه؟ مفيش غير شيخ البلد هو اللي هيجيب لنا حقنا، هو اللي هنمضي معاه. عارفين مين المقاول اللي هينفذ المشروع؟ صح، ومين ده؟ ده السمسار اللي بينكم وبين الحكومة. انت بتبدأ في مالطا اللي العميان بتوريه الطريق بيحصل له ايه؟ اهو بينزل في حفرة، بيقع في بير، وحتى لو سلم بيطلع مدشتش. بلدنا دي عاملة زي الابرة بتكسي الناس وهي عريانة، والمشكلة في الجهل يا عبدالله. على فكرة المشروع ده فيه إلنا. أنا خلاص تعبت يا بنيتي، الدنيا مش ريداني، جيت على عليها وعليكم. ما تقولش كده يا بابا، أنا اللي ماليش مكان هنا. يا أخوك عم جيك كان عايش. الدنيا ما بتديش حد كل حاجة، ما نبعتش ليه لأخويا كامل يجي ونتلم بدل ما احنا متفرقين كده. معليش يا بنيتي، ده اللي رايده حفن أخوكي. أخويا كبيرك المتأخ عليه، هو اللي جوزني مدحت علشان ضابط بوليس، مع اني كنت جايبة مجموع في الثانوية العامة وخلاني ما كملش تعليمي، وهو اللي اتخانق مع كامل أخويا وطرده عشان حاجة هايفة. وكوثر المسكينة اللي اتجوزها على طمع. برضك يا بنيتي الحاجات المليحة بتغطى على الحاجات الوحشة. هو خلى مليح ولا وحش؟ ده ما خلاش حد ما افترش عليه. ريحني يا ابوي، ليه ما سافرش مصر عايش في بيت المرحوم جوزي؟ معليش يا بنيتي معليش. الحمد لله على سلامتك يا ست دولة. لا لا، ده انت بجيت تعال خالص. صحة وعافية. عدم المؤاخذة اصل سايب الكرة في التلفزيون. الشيخ الشعراوي يواصل خواطره حول القرآن الكريم، الذين يحاولون وقف مسيرة الإسلام كمن ينفخون. أيوة يا عم، الحجن شغال على وجهه. قطعة يا أخي الحجن اللي بالشكل ده. ليه؟ ما انت رايح جاي زي المكوك ولاش يا معدة. يا راجل دول سايبينها على حل شعرها، ده أنا لو كنت أخوها كنت قطعت فرطها، ولا كنت شفت حد تاني يقتلها وسرحنا من أفعالها. يا جماعة، الست دولة ست مريضة، عقلها خف من يوم الحادثة اللي راح فيها جوزها وبنتها. بنتي لا هي أول واحدة ولا آخر واحدة تقع في مصيبة وتلبس عقد الحسون. لا يا سيدنا يا فندم، دي بدها تفجر وتوسخ سمعة العرابة. ما تفتح يا أخي، ولا أنتوا بس مفتحين للكلام الفاضي وسنة الخلة. يا مؤاخذة أبو خالو، ما كانش قصدي. طب روح دلوقتي من قدام. روح لو انت معباي وجاي تفش غلك فيا. طب تعال تعال يا كابتن محمود حسن، هنشوف هيلعب مطرح مين.
محمود حسن هيلعب مسرح محمد رضوان. محمود حسن نمرة 15 نازل بعد مليون 39 دقيقة هيلعب 6 دقايق إن شاء الله. مش عايزة مساعدة يا ست مريم؟ ربنا دخلهم جوا. أعمل لك حاجة بدل ما أنت محسوب علينا بالحلم. احذفهم برا لحد ما نلاقي لهم صرفة مع بتوع الكهرباء. مش ناقصين زحمة على الفاضي. حرام يا ست نبوية. يعني احنا شايلينهم فوق راسنا؟ لو اترموا بره مش هيبقى لهم ثمن. اعمل اللي بقول لك عليه. يمكن يبقى لهم عازه ونعلقهم سيوف. ناس بتموت مره واحده. انا كل لحظه بموت وبنتفي ومعايا ابويا وامي. الحق ضايع بين البني ادم وضله. لكن برضه في امل. حرام علي احس ان ابويا ما انحرقش. ودي قهوته وده نوره اللي كان منك يا علي العرابه الحال. دست على قله حيلتي بس ما تعلمتش اخاف. مطرح ياخدني المطرح وخطوه توصلني الخطوه وناس لناس وبلد لبلد ومن المطارح والخطام والناس بتموت حاجات حلوه. كذب وما بين الكذب والحقيقه ناس كتير راحت في الرجلين. فتكوا بعافية. الله يعافيكي يا اختي. انستي وشرفتي. الله يقلبك. ده البيت نور. مع السلامة يا اختي. الله يسلمك. ألف سلامة. انستي وشرفتي يا حبيبتي. مع السلامة. وانت حسن سيب الكلام الفارغ اللي في يدك ده وقوم روح حسود وصي على جبنة وحلاوة وبلوبيك وسلمون. حاضر. مفروض مستني ايه؟ اغدلهم عزيتهم مش هما اللي شغلوك. محمود سيد عبد العال. ايه؟ محمود سيد عبد العال. سيد عبد العال. اللي بعد. فتحي محمود فرج. نعم. فتحي محمود فرج. اللي بعد. عبد الكريم مصطفى ابراهيم. عبد الكريم مصطفى ابراهيم. ابراهيم. اللي بعد. حسنين تمام طه. حسن جناه محمد. اللي بعد. اسحاق لبيد. الاسم بالكامل. اسحاق لبيد اسحاق. جايب الست عنايات وبيشتغل في بقالة جابر مقضياها جمعية خيرية. خلي بالك من الناس الغربة. مدام من مجايب عنايات ما تخافش. الناس هنا بيضة وفي حالهم مالهمش في المشاكل. يمكن يكون كده ولا كده. مش عايزين ندي فرصة لحد يمسك علينا اي حاجة. انت قلت لي اسمه ايه؟ بيقولوا حسن. والله ولك وحشة كبيرة يا ابو علي. نورت مطرحك. منور بصحابه يا معلم سعد. من يوم ما فتنا والرحايا دايره معانا يعني ما غبتش علينا لحظه. سيرتك ما بتهملناش واصل. لكن قل لي الدور عامل ايه معاك؟ كل ما اطرحوا لي دور جديد وانا جاي مخصوص عشان اطمن عليكم وعلى المعلم سعد. واحنا اللي قلبنا وكلنا عليك. انا عايش بيكوا هناك في العرابه. يا بخت العرابه بيك يا حسن ويا بخت الناس اللي هتتدفى بحواديتك. انا ما بعملش غير الواجب. اسكت يا حسن على ابو احمد. كان بدنا يكون معانا دلوقتي بس مرته بتولد واقف معاها. لسه كنت هقول ناقصنا واحد. هو عمل ايه؟ ده مش بس ابو احمد، ده احنا كلنا بقينا على ذمه النجابه ومبقاش الواحد مهدد بقوته وقوت عياله. طول ما انتوا نفس واحد محدش يقدر يدوس لكم على طرف. اوعى الشغلانه جديده تاخدك منا. الرجل تدب مطرح ما تحب وانا هناك معاكم وهنا معاكم. ماشي. اخوانا انا ما قعدتش مع الراجل، تعالى يا حسن. عن اذنكم. خير. هم العرابة يا حسن، انت مش ناقص مشاكل. العرابة هتبقى فيها سلطة كبيرة وانا حافظك وفهمك. مش هتسكت على الحال المايل.
انت عارف العطا بتاع مشروع الفنطاس وجع على مين؟ لا، على حفني النشواني تاجر البصل، بيقولوا شيخ البلد وجماعة من البندر داخلين معاه. يعني المشروع فيه هبرة؟ دي كومبينة يا ولدي، كفاية اللي جرالك، ابعد يا حسن. الناس ريقها ناشف، عطشانة لحتة ضل، حتة نور، ودي مشروع الفنطاس اللي هم حاطين كل أملهم فيه، مش عارفين انه حبال وليف والأساس ضعيف، وهم لوحديهم اللي بيدفعوا التكلفة. وحفني وشيخ البلد والكبار هم اللي ياكلوها هي ولعة. يا عم يا عم قول يا باسط. ما تقولش كده يا عبدالله، بص حواليك للدنيا الواسعة المزروعة خضار، زي ما في حفني وشيخ البلد وأشكالهم، في انت يا عبدالله وفي الخال عنايات وفي ناس تانية كتير. نية الحسنة مش كفاية، طول ما ده في وادي وده في وادي المشوار هيبقى نفس المشوار، والدنيا هتبقى هي نفس الدنيا. انا كل ما بفتكر لما كنت طالب في كلية الهندسة، الحماس والحب، كانت الدنيا قدام عينيا واسعة، لغاية ما مسكت فريق التمثيل وابتدت المشاكل. اخترت مسرحية وقفوها واتسجنت وهربت، لغاية دلوقتي وانا هربان من غير ما ارتكب جريمة. جريمتي اني ما كنتش بخبي جوايا ألم الناس. كرهتني المدينة وكرهتها، وهربت للريف أدور على بكارة البني أدمين والقلوب البريئة اللي شبه الشجر والنخيل. أنا لا دخلت جامعة ولا يحزنون، يا دوبك خدت الإعدادية ومن منازلهم. كنت بحرم نفسي من حاجات كتير علشان أشتري كتاب أقراه. كنت ببص حواليا للحاجات وللناس، بس ما كنتش بشوف. دلوقتي بشوف وأنا مغمض. موجة لوحدها بتتكسر على أي صخرة صغيرة تقابلها. مفيش غير إننا نبقى زي الشلال. لازم يا عبدالله نفتح عيون الناس على مشروع الفنطاس قبل ما يفوت الأوان. جاتني لحد عندي يا ست نبوية، قلت لها يا مريم حرام ربنا ما يرضاش بكده، قالت مش رايدة خلفي. قلت لها جابر محتاج لعين يسنده في شابته، قالت مش رايدة يعني مش رايدة. نزلت لها العين. يعني امك يا اخوه يا حصرتك على الخلفة يا جابر، عملتها بنت الغزية زيها يعمل اكتر من كده. اسمعي اطلعي بشوية سلمي على جابر وتخليه يعرف انك قلتي لي حاجة، وهو حيديك اللي فيه النصيب. وصل وصل. حصل ايه؟ شيلي يا اختي شيلي، بقى بتقدر على العمايل دي كلتها من ورايا يا مريم. انا ما بعملش حاجه من وراك، طول عمري طوع يدك. انت مش عارف ان مفيش حاجه بتستخبى عليا في البلد. انا لا بروح ولا باجي، من اوضتك للجعله التحتانيه. لو جرالي شيء هتبقي تحت رحمه نبويه. الركعة عنية اللي هي قالت لك تعض اليد اللي اتمدت لك وسطرتك يدك فوق راسي. ما سجدت نفسك كيف؟ مين اللي قال لك؟ تسألي ليه؟ انت مش عملت العملة ونزلت العيل؟ جيت تحرميني يا ديك، حرمت نفسك. أنا طول عمري محرومة، بقى نزرع اعتذاري وأحط السم بيدي في الطبق اللي باكل منه؟ تاكل عيش وملحي وتخونيني يا حية؟ عايزة تعمل ايه تاني بعد ما غرست الناب في ظهري؟ طول ما انا صاحي القرى دي ما تهملهاش ابدا. البقالة وقف فيها راجل وبياخد اجرته، فاهمة ولا فهمك؟ ها؟ قومي غير جو، قومي هتاخدي ايه من رجلتك غير العيل؟ بينا يا بنيتي، بدل حبستك هنا نروح نطلع على المعلم جابر، ناخد بيده في رجدته، وكمان ناخد بيد المسكينه مريم. مسكينه من يوم ما بعرفني
يا مراري عليك، عمرك ما تنسي حاجة واصل. قوم قومي قوم. يا اهلا وسهلا يا اهلا وسهلا، المطرح لون منور بناسه. معلم جابر لسه بعافية؟ لسه ما شدش حيله. اروح اجيب له دكتور من اسيوط. دايما فيك الخير يا ست عنيات. سلامة المعلم جابر يا ست نبوية. الله يسلمك يا ست دولة، ما نعودكيش في حاجة وحشة. امال فين حسن؟ راح اسيوط يستعوج البضاعة. عامل ايه معاك؟ خلي بالك منه يا ست نبوية، ده ملوش حد واصل وشجيان. انت ما جيش منك الا المليح يا ست عنيات. لو في زيها اتنين كانت العربة بقت كان. مال فين مريم؟ قاعدة مع سجابر فوق. يا مريم يا مريم. مريم محمود صديق، تمام ساعة سنين زي الفرع العثمان عريان سيد محمد سيد. هيدفع كام؟ العلم عند الله. دول بيدفعوا للنفر 5 دولار. احنا كان مالنا ومال الشقة ووجع الدماغ ده؟ ده ملاليم. الواحد كان هج وفرح له اي بلد من اللي الناس بتيجي عليه. واللي النفر هياخده هنا في ثاني هياخده هناك في شهر. محمد عطا دياب. امير محمد شلتوت. اسمك ايه؟ عبد الرحيم. اسمك بالكامل المكتوب في البطاقة الشخصية. طب مش نفهم الأول، هتدونا كام؟ قبل ما تفط هتفط، مش لما نوافق عليك الأول. ده حتى لو فار العدلة خلصت ما بقاش إلا الفضار. برضك السؤال محرومش، والشرط نور يا عم الشيخ رضوان. اللي يقدرنا عليه ربنا كل واحد هياخد حقه. اللي بعده اللي بعده. ايوه يا سيد. حمد حسن صالح. صالح علم على اسم الودة، مش ناقصين. دول ناس مش وش نعمة. سيد فاعل عثمان، تمام طه حسنين. عبد الرازق حسن خليل. محمد طه الحسين. عبد المحت خليفة يودة. طه خالد الزناتي. اخوي سخ سليم تلاقيه يا عين امه في حاجة جواه وشايلها في بطنه، هي دي اللي مرقداه. كل ما زور سيد الشعراوي اجراله الفتح. بكرة بإذن الله ربنا هياخد بيده. الشافي هو اللي ما بيغفل ولا ينام. كفاية نفسه عليكي في الدار، شدي حيلك امال، بكرة يقوم بالسلامة. يا ساتر. عملت ايه يا حسن؟ وصيت على البضاعة وهتوصل بكرة الصبح. شيل كرتون دول ما تدخلها جوه. قلتي الكلمة ده منين؟ مقطوع من شجرة، محدش عارف له مطرح. غلبان بيلقط رزقه. محدش غلبان، كل واحد وقدره وكل واحد بياخد نصيبه. الواد ده المفروض انه مرمي في السجن، ايه اللي خرجه؟ انت مهتم بيه ليه؟ هو عمل حاجة؟ دول في الظاهر ما بيعملوش غير الشوشرة والكلام الكتير، لكن في الباطن هما اللي بيخربوا البلد.
افتكرت، ايوه هو ده اللي كان المرحوم جوزي بيدور عليه. جوزي كان بيدور عليه؟ ليه كفل الشر؟ هو قتل قتلة؟ لا ده كان زمان من اللي كانوا عاملين دوشة في الجامعة. يا ما في الحبس مظاليم يا بنيت. انا ما بقتش فاهمة نفسي، ما بقتش فرق بين الخيال والحقيقة، جايز غلطانة وجايز لا. انا تعبت من كتر ما بتخيل حاجات وبتصور حاجات وتطلع على ما فيش. ساعات بحس ان انا مش انا. هي دي الست دولة مرات الجلاد؟ هي دي البرنسيسة حدوتة العرابة بحالها؟ يا راجل دي حالها يصعب على الكافر، واللي ده اعذبها ما يعرفش اذي حد. انا بقى اقول لك على الاذى اللي دقته والتنكيل بيا وبصحابي. كلنا بقينا كل عين في حته وكل رجل في مكان، ومحدش فينا لاقي التاني عشان كلمه بيقولها راجل زي جوزها. انت عارف ان كرباج العيب بيولد البغل، ودوله الكرباج عليها ما بيونش، ومحدش ياخد الواحد بذنب التاني. صعب افرق بينها وبين جوزها لانهم ما بيفرقوش بينا. لو كان واحد تاني غير جوز دوله كان عمل برضه المطلوب منه. انت بتبص لعذاب دوله لوحدها وناسي عذاب الناس في العرابه كلها. انا هفضل مزروع في العرابه طول ما دولت فيها. ده اللي ربطك بالعرابه؟ تكونش انا في حاجات كتير بتبعدني عن دولت، لكن كل ما بعد بقرب. ما تضحكش عليا، انا بحلم ان الباب المقفول عليا تدق عليه الريح دقت ليها طعم تاني، اجري وافتح الاقي دولة قدامي بتقول انا هو يا عبد الله انا هو. الدنيا صغيرة قوي وممكن تتغير في غمضة عين. عبد الله ايه خير؟ في ايه يا عبد الرحيم؟ ومنين هيجي خير؟ شوية الفروج اللي حيلتي سموهم مين؟ مش هتخرج عن نادي الجماعة بتوع الفنطاس، مش عايزين نقول بهم. قدروا عليك لأنك لوحدك. يعني كنت هجيب حد تاني معاي يتكلم عن حجي؟ المرة دي قدروا على الفراريج، المرة الجاية هتبقى على الأكبر من كده. أنا مش قاصر، العين بالعين والسن بالسن. هو ده مربط الفرس، محدش يضربنا ونفضل ساكتين. انا وانت وحسن وكل اللي يهمه مصلحه المشروع نتلم نبقى عزوه. وبكده مش ممكن هيقدروا يستفردوا بينا واحد ورا التاني. اسكت يا رضوان اسكت على دولة واللي هي فيه. ليه البنت عجلها نفخ خلاص، عم تخبط شمال ويمين وكل شويه تطلع لنا حكايه وجديده. خيالتني شافت المسكين حسن عجلها ضاع. قالت ايه؟ افتكرت واحد من العيال اللي كان جوزها بيدور عليهم. بقى ليها مشمرات قاسي يا رضوان. أم عليك تصوير يعني يا مرتي. بقى افتكرته واحد من اللي بيدور عليهم جوزها. وقالت ايه تاني هالمسكين حسن؟ كيف عرفته؟ شفته فين قبل كده؟ احكي لي يا شيخ احكي لي، ده حكايه وتضحك، خلينا نشيل الهم من العقال. مفيش غير اللي ناخدها مقام سيد الشعراوي. ده ما بيردش حد يستنجد بيه واصل. يا اللي قالت لك كده؟ ايوه بس عنايات على نياتها. كلام اللي قالته مرتك ما يطمنش. البركه فيك، شوف لنا صرفه كديه ولا كديه. تصاريف كتير بس مش من يمتنا. انا عارفك ما تغلبش، يعني كنت غلبت لما نصبت المريم فخ والخواجه يوسف راح فيها، ولا غلبت فراريج عبد الرحيم؟ معروف هات هات كمان، خد يمينك شو حاجة بس مرعب، يمينك شوية بس. الأجرة ومستعجل ليها. ايه ده؟ هو قلنا جيلهم على حماره؟ ده ما يجيبش حق البنزين. احنا ربنا، هو انت راجلهم من مصر؟ لا يا ستي افتح الله. ادي جنيه زياده، روح خلي ربنا يسهل لك. غور
طب انت الريحه باين الاشياء معاك معدن والحاله عال. ان شاء الله ما حد حوش، الخير هيغرق البلد والشغل هيبقى على ودنه. ربنا يخلينا شيخ البلد والحكومه. والله وان الاوان وجبل الصبر اللي كاتم على قلب العرابه يدوب. نشوف حلمها بعينيه. حلم ايه يا ست مريم؟ هو مشروع الفطاس شويه. ايوه بس عشان المشروع ينجح لازم يمسكهم قاول دارس وفاهم ومعتمد من الحكومه. حق دخان ده حتى شيخ البلد اختار اول دفعه من الانفار ودفع لهم عربون من يومين للنفر اللي هتوصل 3 جنيه بالتمام والكمال. بس في درونكا بيدفعوا 5 جنيه للنفر وانتم مش اقل منهم. انت بتعيب في شيخ البلد وتجرح فيه؟ مش مراته اللي مشغلاك هنا؟ وانت ايش دخلك؟ يا مرات شيخ البلد هي اللي هتبني الفنطاس؟ ده حق الناس. اقفل بقك وصون البلد اللي لمتك. انا قلبي على البلد وناسها. فضوا الحكاوة دي وكل واحد يروح لحال سبيله. آه لو فاتوني العمر أتمشى لمشي في جبالك خضرتك دربك وعشي طيرك قبل ما تعشى. آه لو فاتونا دق على بابك لدق وشم الحب في قلبك وتظهر الغنيوة في تيابك. يا أرضي يا حبيبتي بتفتحي حضنك لحضني مواسم، طواحينك الدايرة لها مواسم والعشق له مواسم واللقمة في بقك كيف ومواسم. ما هو برضو زي ولادك المطريت بتملسي عليهم بإيد وتسبلي عينيهم بإيد. بتجيب الكلام ده منين؟ من الناس اللي على سجيتهم وعايشين بالفطرة ما بيقولوش حاجة وجواهم حاجة تانية، اللي في قلبهم على لسانهم. انت من فين يا حسن؟ من مصر. وايه اللي رماك هنا؟ النصيب والرزق والناس وحاجات تانية مش بإيدي. كلامك بيحير فإنك ما بيعجبكش العجب. يعني انت عاجبك اللي شايفاه؟ مفيش فرق بينا. انت بتشوفي وتسكتي بس انا ما اقدرش اسكت على اللي بشوفه. وش دراك اني ما بقولش؟ يا مريم يا مريم يا مريم. انت يا زفت الطين يا مريم يا مريم. انا هنا يا اخوي تحت امرك. يا مريم راحت فين؟ واقفه في دكانة البقالة مع حسن. الواد ده عامل زي تعبان الشراجي ملوش قرار. خبر ايه؟ قلت لك الف مرة ما تعمليش الاوضة. الزينات ودفنتها ما خليتش حاجة افرح بيها. ايه رايده تاني؟ ما تغيبيش عن نظري وخلي وداني كويايا وانزلي عنده. انا مش قله تشرب منها وقت ما انت عايز، بزياده مش شايلك على كفوف الراحه. من حق انزل تحت ما دام مقضيه لك طلباتك، ولا انت العمل الطيب زي العمل السوء عندك؟
كريم. يا شافي يا كريم، تكلنا واعتمدنا عليك يا الله. يا رب اتقبل منا دعانا، انت السميع الكريم يا رب، واغفر ذنوبنا يا تواب يا رحيم يا كريم، واغفر ذنوب اللي ماتوا واللي لسه عايشين. يا غفور يا رحيم يا تواب يا كريم، اخلفها علينا بالحلال يا الله. النبتة تلقى خضار على جدي من ملك الحياة، واحنا عبيدك صغار يا رب، واحنا عبيدك صغار يا رب. يا رب انهم جفاني والزمن شقاني، والرابع تيجي وتمشي العباد، تمشي وتيجي بس تجي بيك يا رب من شمات العدوين وظلم العذولين. يا رحيم يا رب اكفيني شر سمعي وبصر يا رب، قلبي ولساني يا رب اكفيني شر ارزل العمر يا رب. بلكول يا جماعة، قبلونا في المشروع. محدش قال لك ميت عيبته دي الشغل. بيقولوا ان في ناس كبيرة قوي جاية من مصر تفتح المشروع، بس لازم تاخدوا حقكم بالكامل. وما اللي هيشتغلوا ببلاش يعني؟ يا عم لا، انا بتكلم على اليومية اللي هيدفعوها لكم. احنا كنا فين وبقينا فين؟ ده اليومية اللي حدوها للنفر هتغطيه وتزيد. بس انت عارف ان اليومية اللي هتاخدها اقل من اللي هم بياخدوها في درونكا. انا راضي وهو راضي، مالك انت بينا يا قاضي؟ الراجل بيتكلم عن مصلحتكم، دول رجالتنا واهلنا ومش هيبيعونا بالرخيص. لما يدفعوا لكم 3 جنيه في اليوم يبقى رخيص. ايوه سمعت الغريب، قلبك هيكون احن علينا من شيخ البلد. وفر مفهوميتك لنفسك. انا مش غريب، انا عايش معاكم كاني اتولدت هنا، والحق المسروق ما يتسكتش عليه. اخزي الشيطان وما تتكلمش في اللي ما يخصكش. الموضوع ده يخصنا كلنا، ولا انت عايز الناس تبقى زي النعامه اللي دفن راسها في الرمل؟ الموضوع ده يخصنا كلنا. هو حد يكره اللي ينوره ويفهمه اللي ليه واللي عليه؟ ما دام في فايده لينا ما ياخدش ليه حقنا بالكامل. هم نظرونك احسن مننا فيه. هي الاخر زمن مرهاش رجعتها. ما يخلصنيش اشوف حقكم بيضيع واسكت. وانت محموق وحارق قلبك علينا ليه؟ احنا راضيين بكده عشان دول الناس القدرات بتوعنا. انا ما بقولش تعملوا لعيبه، انا بقول تاخدوا حقكم ما دام بتشتغلوا وتشقوا. والمساله بسيطه، تقفوا راجل واحد وتقولوا كلمه واحده، محدش هيسرقكم، محدش فيكم له بعاد هنا، وما تعتبوش القهوه من هنا وغادي. اتكلم على قدك، احنا قاعدين على دماغك، احنا قاعدين بفلوسك. مش عايشينك يا اخي، شوف لك مطرح تاني اقعد فيه. والله روح اقعد مع الناس اللي على مقاسك. تعيبوا في البلد اللي مطوياكم ولحم كتافكم من خلقه. انت راجل واحد. خد قدامي. ما تحملش هم، النوعية دي بالذات أنا فاهمها كويس. وده طلع لنا منين ده؟ ده واحد من إياهم، أنا ليا طريقة معاه. صعب دلوقتي حضرة المأمور، الملعوب هيبقى مكشوف.
كان لازم يتجنطر من الاول. تقصد ايه؟ ما تقلقش نفسك، هملي الموضوع ده، انا مش نايم على وداني. طيب سلام عليكم. سلام. مساء الخير يا مريم. ايه هو السلام حرم؟ ان كان الحب القديم مات، العشرة هانت عليكي. ده كلام فات اوانه، لزوم ايه تعيده تاني؟ صعبان عليا يا مريم، من يوم ما وصلني الخبر عن جوزك وانا فكري بيودي وبيجيب. يا ترى هتسويه نبوية معاكي بعد موته؟ وانا من ميتة كنت بهمك، كنت خفت عليا زمان، لما هتخاف عليا دلوقتي؟ هو اللي كان بيننا يتنسى؟ خلاص نسيت حفني؟ نسيت الحب اللي كنت متحزنة بيه؟ انا في حلم ولا في علم؟ اللي قدامي ده حفني نشواني ولا شبهه؟ فوق يا حفني، ده انت اللي يتلفح بك عريان، وانا مريم اللي بعتها ببلاش عشان تناسب الناس المليانة. كنت ايه؟ كنت عايزنا تفضح. بعد النصيبة اللي عملها ابوكي. ما تجيبش سيرة ابوي على لسانك، عايزيه تاني بعد ما حركتوه وحرمتوني منه وامي ماتت بحسرتها عليه. ما حدش قال له يقعد في القهوة اللي فتحها خمارة وما يطلعش منها والفلاحين بيحرقوها. صوت اتنبح، لا هو سمعني ولا انت فهمتيني، وهو اللي فات مات. اللي راح مش هيموت يا حفني. انا بقولك دي برضه، اللي بيننا مش هيموت. ايه اللي ورا حجلك ورايا بتلف وتدور على ايه؟ انا شايل همك، يا ناس البلد كلها مالهمش سيرة غير الراجل اللي هيشتغل احداكه في البقالة، وده اللي غوشنا عليك يا مريم. انا جاي اكلمك واوعيكي، ما تنسيش ان النبوية ما هتصدق تلاقي ورقة تلعب بيها. العشرة ما تهنش اللي على اولاد الحرام. اللي وداك العرابة؟ تفتكر يا حضرة المأمور كان لازم تأشير الدخول للعرابة؟ جينا للكلام الفاضي والفلسفة الكدابة. حط راسك في دماغك وفكر، انت شايف العقل وراه الخير الكتير، واللي يمشي عدل يكسب. دي الحاجة الوحيدة اللي عرفتها في حياتي. انا بحذرك، مش عايز مشاكل في العرابة، ولو المسألة زادت عن حدها انت عارف العقاب هيكون ايه. عارفه ومجربه يا حضرة المأمور. مالك ومال جعاد القهاوي يا حسن؟ دول ناس مش من توبك. مطرحك هنا في البقالة. لايق عليك البقالة يا حسن. متشكر يا ست نبوية. عشان كده كنت عايز اخد رأيك في حاجة، وانت كلك نظر والقلب وما يرتاح له. انا تحت امرك، اي خدمة يا ست نبوية. ببلاش ست نبوية دي، خلي الباب مفتوح. هو في فرق بيننا؟ ده باب عشرة يا حسن. قل لي يا نبوية. العين ما تعلاش عن الحاجب يا ست نبوية. ده انت العين والحاجب والمن يا حسن. ده كتير عليا قوي يا ست نبوية. حلفتك بالأمانة بتقولها ولا تعيدها تاني، ومن هنا ورايح أنا نبوية وانت حسن. الاحترام واجب يا ست نبوية، وانت عارفة الناس هنا بيحاسبوا البني آدمين على الإشارة. وعشانك دي عايزة فضفضلك وبحلك على اللي في قلبي. نار جايدة جوايا يا حسن، خايفة لو طلعت راح تحرق العرابة باللي فيها. يا ساتر، ده انت حالتك صعبة قوي يا ست نبوية.
اقعد يا حسن، انا عارفه محدش هيحس بيا ويعرف اللي فيا الا انت يا حسن. بالك يا حسن وانا عيله صغيره كنت بدلل المولد واشتري حلاوه البخت اللي في جزان البندورمه، ويا ما موالد عدت عليا ما كانش بيطلع لي فيها بخت، واقول يا بنت عدلك ما جاش، استنى المولد اللي جاي. وهو جا المولد لحد عندي يا حسن وجاب لي العدل والفرح والهنا معاه. الحمد لله انك لقيتي عدلك يا ست نبويه. اسم الله عليك ما تفوتكش يا حسن. وعشان كده قلت يا بنت من هنا وغادي زيتنا هيبقى في الججنه، والكحك في الصواني يدور، والوز في البرام يحمر، والفريد يستر صدر الفرخه. دي فزورة يا ست نبوية. وانت اللي في ايدك حلها. قلت يا حسن لا اله الا الله. الحمد لله يا سعدك يا هناك يا نبوية. اقعد يا حسن. لا انا مرتاح كده. اقعد يا حسن، انت تعبت كتير وقال الاوان تستريح. اخوي جابر كتب البقالة باسمي من خوفه لا تبهدل بعد موته، وكل ده ومش لادد على مرته بنت الغزية. وعشان كده قلت يا بنت محدش هيستحق البقالة، وصاحبة البقالة إلا حسن. يعني ايه؟ تتجوزني يا حسن. يا مريم يا نبوية يا مريم. أيوة أخوي. مريم راحت فين يا نبوية؟ راحت تشق على مرات شيخ البلد. روح املى جرد الميه رش قدام الدكان احسن حتخنق. ادخلي سيب شعري سيب شعري. طيب اختك ست هانم راحت بعد صغتها عشان تفضحنا في البلد اكتر ما احنا مفضحين. يا عناتي وانا هرى فيها كل يوم التانية سجل العربية ورحالة عندك وتانا شاكل وتقولي لي حلة. اسمع ابوي انا هبيع العربية عشان اعرف ليه ما بشوارع. ده بابك دي عربيتي ملكي كنت جاي جايبها لي بفلوسه. والله العظيم لو عمل كده انا اكون مضربها فوق دماغه. إخواني أبناء هذه الأرض الطيبة، لقد عانيتم كثيرا من عدم وجود مياه الشرب النقية، وكنتم مثالا صادقا للوفاء، وتحملتم في جلد وصبر، والصبر مفتاح الفرج. أمال اسألوا أهل العلم. آن الأوان لتجنوا ثمار عرقكم وجهدكم، وها نحن نلتقي اليوم لنفتتح العمل في خزان المياه الحلوة الذي سيجعل من العرابة قرية نموذجية ليس في مصر وحدها بل في أنحاء العالم أجمع. هو المجري بتاع مصر فاضل عليه قد ايه؟ ما تقلقش هتوصل في معاد. وسوف يتحقق حلمكم وحلم الاجيال القادمه. مهم قوي الاجيال القادمه دي، لازم تعملوا حاجه للعيال. ولا شكر على واجب، والسلام عليكم ورحمه الله.
الحقيقة يا علام بيه انت لخصت في خطبتك كل حاجة. المهم المجري لا يفوتني. علام بيه راجل ولا كل الرجالة وما هيمدش بره واصل زي الجرع، والكرسي برضه ما نساهوش اهله ولا ناسه. يعني كان نسي حته الارض اللي ورثها من ابوه اللي باعها للمشروع بالشيء الفلاني. يا حفني خلونا باللي قدامنا، كل من دلوقت هنجر على بعض، ده الخير هيعم البلد كلتها. خلي نظرك واسع. وحفني عايز يتخلص مني انا كمان ويرميني برا البلد عشان بفهم عمال الفنطاس ايه الصح وايه الغلط. بقى حفني ده ورايا ما تحملش البقاله يا حسن، اما اشوف اخرتها معاها ايه.
ده سيدي للكلب عمره ما ينعدل. الدنيا ولعت، البيضة توصل لنص ريال. المشكلة مش في البيضة، الغالة وصل لكل حاجة في البلد. ايوه، اللي بيدوهولكم من ناحية دي بياخدوه من ناحية تانية. مش عايزين نتوه يا عبدالله، الحاجات كلها متسلسلة في بعض. انتوا أول حاجة تسألوا عليها المهندس اللي ما بيجيش ده. مفيش مشروع من غير مهندس يمسكه، وكمان لازم تطالبوا بيوميكوا كاملة. وإن مرضيوش ما تشتغلوش. لو ما اشتغلناش هيجيبوا غيرنا. ما حدش يقدر يجيب غيركم. يعني ما نشتغلش ونموت من الجوع. المشروع محتاج عمال كتير، لو ما دفعوش أكتر مش هيلاقوا حد والشغل هيوقف. عشان ارد لك عجلك في راسك. مش هتقدر، لاني دي عربيتي، مالكي مالكي جوت. انت اللي في البير واشربي منه. في ناس انك مهجور عليك من ايام الخانقه. اي غشاش يا قادر يا حرامي. غوري من وشي، مخك تلف وتلفت مخ. انا معاكي، وراح ادوري لك على عريس من الخانقه يقطع فيك وتقطع فيها. ورحمه بنتي لا دفعك الثمن غالي يا حفني. مات محروق. وعارفه مين اللي حروق؟ اهل البلد. لا يا مريم، الحريقه دي من تدبير حفني اخويا، هو اللي قوم اهل البلد علشان يتخلص من جوازته ليكي ويتجوز بنت تاجر رود الفرج. هو اللي هز الناس قعد يقول لهم ان ابوك هيعمل قماره لغايه ما تقربوا عليه. وجوزك جاب كان مشترك معاهم علشان كان طمعان في الارض وفي البقاله. جابر وحفني هم اللي حرقوا ابوك. مريم خدي حقك يا مريم، خدي حق ابوكي. ابوكي مات واتقتل بايديهم. كانوا قصدين يقتلوا ابويا. الدوار اللي بيسكن انا عايز اعرف الحقيقة منك. حقيقة ايه؟ ايه اللي عمله لك ابويا؟ ليه هو كان عمل ايه؟ قتلته ليه؟ جبت منين الكلام ده؟ كنت رايد ايه من موت ابويا؟ من اللي مالا مخك بالتخاريف دي؟ خدت الارض اللي كنت رايدها ونرت مرادك. مين اللي قالك الكلام ده؟ مفيش شيء بيستخبى. يا ويلك يا سواد ليلك يا جابر.
الخير انت هو ما تعترضش بلا سنه اوزن يدك الخلطه على الميه اديها كمان امال الباشمهندس اللي بيشرف على المشروع ما بيجيش ليه يا حفن بيت مش شغلك انت هنا هتشتغل وبس خلص احنا مش اجاريين ان كان على القرشين اللي بناخدهم خلاص خدوهم مش عايزينه بس المشروع يتم على نور مفيش مشروع يتم من غير مهندس يوقف عليه الرمل والحديد والاسمنت والخلطه كلها بحساب باشمهندس مرسيني على كل شيء وعرفت منه كيف الشغل يمشي وكله محسوب بالورقه والقلم يلا كله يتكل وشوف شغله ما عايزينش عطله برضه وجود الباشمهندس بني زياده في الضمان يا حفن بيه وبعدين الاجر اللي بناخده ده ما ينفعش ما شاء الله ما شاء الله دي حاجه تفرح القلب الحزين ايوه ايوه وايه كمان عاوزين نقبض زي عمال درونك ما فيش زياده في الاجر واللي مش عاجبه يشرب من البحر يبقى مش هنشتغل بس مش هنهمل المشروع لحد غيرنا يشتغل مطرحنا بقى ايه طيب والله لا تندموا الكلام اللي بيقولوه ده مش بتاعهم دول ما يعرفوش الالف من الكوز الدره لازم حد ملعج لهم بالكلام ده وقومهم علينا معقول معقول كده في غمضه عيني تقلبوا من ترام بتجر ساقي لحدادي بتنوح انا قلت لك وما سمعتش كلامي يا حفني عيار واحد ونخلص منه ونقول واحد من المطر يطخه لا يا شيخ رضوان كده الحكايه وهتكبر قوي وخصوصا بعد ما نقلوا المامور لازم يموت بطريقه تانية في اسيوط ازور ابويا وامي بص يالا مش دي مريم مرات المعلم جابر ايوه ومعاه حسن اللي بيشتغل حداهم يا حلاوه حلاوه خطوة على القبر خليك انت هنا يلا رضوان زمان غير فعل يجوا يعيروني على أهلي اللي جرالي ما أقول لحد عليه واللي حرقني النار ما تكفيه فين وقفتك يا أبويا برا الباب لاجلي ندولة يعملون حساب ارحمي نفسك يا مريم الدموع مش هترجع أبوك وأمك أنا ببكي على أبويا وأمي وعلى حالي
أنا يا مريم مش هسيبك لوحدك. الظلم اللي واقع علينا واحد، بس الظلم جلد صلانته حاجة تانية. مش قادر أصدق يا حسن، الراجل اللي اديته عمري سرقني، سرق أبويا وحرقه. مليش حد في الدنيا فرديا. أنا أبوك وأخوك وأهلك. انجدني يا حسن، ما فيش غيرك ياخد لي حقي. خد بطاري من الظلمة. دول بيعضوا في البلد زي الديابة، بياكلوا فيها والعظم يرمولي الغلابة. كان ودي هج في مطرح تاني، في بلد تانية وانفد بروحي، لكن مش هين علي هم للظالم تغفل عينه ولا يهناله نوم. الهروب زي الموت، عمره ما كان بيحل ولا يربط. أنا كنت عايز أمشي، لكن لما شفت بعيني السرقة بتاعة الفنطاس صممت أحد. دول زي الكلاب، كل ما يهوهوا يلاقونا جرينا يعضوا فينا، لكن لو وقفنا لهم مفيش كلب منهم هيقدر يقرب مننا. كلامك بيريح يا حسن، لكن هيرجعلي اللي بدور عليه. بتدوري على ايه؟ العدل؟ انك تعيشي وتتنفسي ويرجعلك حقك؟ العدل ان دم ابوكي ما يروحش هدر. والعدل ده يجيبه منين؟ ما نسكتش على البطال، ما نشوفش حلم بلد بحالها بيموت جوا الكروش. لازم نلم أحلامنا. الخوف كاسي قلبي ومخليني زي الحلق اللي تسدت وداني. هما عايزيننا نخاف، عايزيننا نفضل متكممين زي الجمال من غير لسنة ولا عيون ولا قلوب. لازم ترجعي دارك دلوقتي. لا يا حسن، أنا مش هروح. كيف أعود لجابر بعد اللي سمعته وعرفته؟ أنا حقضي الليلة في مقام سيدي الشعراوي. ما تهربيش من عدوك، بس الأول لازم تتأكدي من اللي عمله جابر، وبعدين اختاري الطريق اللي انت عايزاه. مش عارفة، مش طايقة طول في خلقته. النهاردة لازم ترجع دارك، ودلوقتي. زيك يا نبوية. أهلا بيك يا شيخ رضوان، شرفت الدار يا سحفني. عامله كيف يا نبوية؟ وكيف المعلم جابر؟ نحمده على كل حال. أمال الست مريم فين؟ راحت أسيوط تزور قبر الغزية أمها وترجع العهد. لوحدها ولا معها حسن؟ حسن، وحسن حيروح معها ليه؟ هي قاصر. ما الحسن فيها؟ أما نطلع نطمن على جابر. تفضلوا يا ساتر. من يوم ما لميتها وانا بفكر وفكر بيودي ويجيب، ظنيت والظن طلع في محله. هتطلع لمين؟ البت لامها. امها ماتت، خلينا في الحي. صار طيرك ولب غيرك. بقانا جابر على اخرة الزمن مرتي تبقى. نار يا جابر، نار حيحزمنا كل الرجالة ونسوان. وقال ايه؟ يطلع على صيوت كده عين عينك قدام الناس، لا خشها ولا حياة. ده انت راجلنا، يعني مننا وعلينا، وشرفك شرف العرابة كلها. كل وقت ولو أدان، وجي وقتك يا بنت جعر الطبلة وقصعة البطن حصل عارك. أبا هتعمل ايه؟ واحنا نقدر على البردع ونهم الحمار؟ الواد الغريب اللي شغلته عندك هو اللي غواها وفتح عينيه، وهو اللي يدفع الثمن.
مريم ما يقتلهاش، دي مرض هو حر فيها. المهم الواد حسن لازم يخلص عليه، لانه لو استنى اسبوع كمان هيقلب علينا البلد ويفضحنا. عداك العيب، والله المافيا اللي بيقولوا عنها في الجرانين دي بتفكر زيك، يدك على حاجة كده تحت الحساب. انت مش قبضت اول دفعة؟ خد دول لما نشوف حنوصل ليها. وقف هنا يا اسطى. انا جاي معاك يا مريم. لا يا حسن، خليك هنا، ما ترجعش لحد ما ابعتلك. مش ممكن اسيبك وانت في الحاله دي. ما تخافش عليا يا حسن، انا صبرت صبر ايوب العمر كله وانا صابره، وحصبر كمان. خلي بالك من نفسك. أنا جاية أكفر عن كل اللي حصل عشان بنتي تنام مستريحة في تربتها. أنا خدت الفلوس اللي سرقها حفني من المشروع. أهي يا حسن، أهي دول عايزين يقتلوك أنت ومريم. ماله جابر وعبوه ضدك وضدها؟ أنا عرفت إنها في البندر، هروح أحصلها عشان ما خليهاش ترجع. أنا اللي غصبت عليها ترجع، أنا اللي رجعتها لقدرها. مش هتلاقي حد يترحم عليك يا فجرة. عشيقك هملك وراح فين؟ مش مهم اموت، بس عايز اعرف انت قتلت ابويا. مش هتخوفني ببندقيتك عشان انت جبان مش قادر تنطق بالحقيقة. قولها يا جابر، قولها عشان دلوقتي اقول لك يا بنت الخواجة، يا خلفة منجوع البراطيش. ايوه احنا اللي قتلناه. خبر ايه؟ الترك جاي من شرقي، جمد بجالة جابر. يلا بينا. Thank you.
ادينا خلصنا من الفشره بنت الخزيه. انفد بشبابك يا حسن، اجري برا، انفد بشبابك، انفد بشبابك يا حسن. بتعيشي وهم كبير حواليكي، بيغنوا فوارس فوق ظهور الخيل ومخبيين السناكي في جراب القلب ومخبيين الغناوي في جراب الليل. انا جيتلك وانا ماشي على كتف حمل تقيل، لو كان جمل كان عض بنيابه الخزام.